متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق. الشوط الماضي ذهب مع شقران احمد بن سالم بن سهيل بالشرق العامري، تهانينا والناموس يسجل النقطة السادسة. نسير مع الشوط الحادي عشر بمجموعة الاشواط، والشوط الحادي عشر يحمل في كشوفات الابكار الحقائق. نسير على مقدمة هذا الشوط، نبحر بكم مباشرة الى المركز الاول، الى السيطرة الاولى. هذه الان مياس مياس عمر بن صياح بهلوبة المنصوري تتصدى قائمة هذا الشوط. المركز الثاني سمحة عبد الله بن حامد بن سعيد النيادي، والمركز الثالث متواجد افعال 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 سالم بن مبارك بن عامر الاحبابي. ننتقل مع المركز الخامس حيلة مغير بن سالم بن حارب الحميد، احتلت المركز الرابع. والمركز الخامس نجود احمد بن هلال بن غدير الاكتبي، والمركز السادس متواجد هلال زعفرانة مبارك بن سلطان بن دعفوس المنصوري. المركز السابع وصول مع المركز السابع من قبل الان اللي دخلت الان اللي عليها رقم 26 واصل بهذا الشوط في طريق هيلا مقدمة هذا الشوط اللي هي وصلت الان. هذه الان ميسورة ميسورة سالم بن سهيل بن ذويب العامري. ننتقل الان وصلنا الى المركز الثامن، المركز الثامن زعفرانة المركز وصلت الان بشعار بن دحفوز بشعار بعوانة المنصوري. والمركز التاسع ادخلت الان بهذه لحظات غاد من اغزيل 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 السهيل السهيل بسلطان بن ميرين الكتبي. والمركز العاشر متواجد هلان، هذه العاشرة هلان لسيد خلف بن راشد النايل الشامسي اللي هي ناسية. نكتفي بالعشرة المراكز الاولى، ودخلت الان بهذه لحظات وصول اخر، ولكن نسير على مقدمة هذا الشوط. مع ابو هليبة ابو هليبة يا ابو هليبة يا ابو صياح المنصوري مع مقدمة هذا الشوط. من يقدم لنا بهذا الشوط اللي هي متواجدة هذه الان مياسة يا مياسة على مقدمة هذا الشوط. عمر بن صياح بهليبة المنصوري على مقدمة هذا الشوط، ولكن هذه سيافة ولكن بدأ التغيير من قبل نجود. يا نجود الخير بدأت الان تلعب على ارضية ميدان الكرم والجود، ميدان بسمرة على نجود احمد بن هلال بن غدير العرياني. احمد بن هلال بن غدير الكتبي ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط. هي نجود يا نجود يا نجود، بينما المركز الثاني متواجد سيافة عمر بن صياح بهليبة المنصوري. ودخلت الان ووصلت الان افعال 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 سالم بن مبارك بن عامر الاحبابي، قادم الاحبابي وصل النايلي الشامسي قادم بهذا الشوط. يقدم لنا ناصية خوف بن راشد النايلي الشامسي وصل بهذه اللحظات. بدأت المعركة بين نجود وبين ناصية ولا نجود بدأت الآن المعركة الثنائية بهذه اللحظات، ولكن راح النايلي مع ناصية خلف بن راشد النايلي الشامسي. تهانينا ولا موسى المركز الثاني وصلت في نجود اللي ما قصرت نجود.
موجود السيد حميد بن هلال مقضي التبي المركز الثالث، ووصلت المركز الثالث افعال سالم بن مبارك بن عامر الحبابي، والمركز الرابع تابعي الكرام السيد ثلاب بن فهد الحمير البريك، هذه ضيفه من السعوديه الشقيقه. والمركز الخامس تابعي الكرام الخامس وصلت فيها الان اللي هي سيافه عمر بن صياح بوهليبه المنصوري، التوقيت الزمني 4 دقائق وايضا و 34 ثانيه و 80 جزء من الثانيه. نقدم التهنئه للسيد خلف بن راشد النايلي الشامسي من قدم لنا ناصيه مع الامتار الاخيره.